والآن مع جولة اقتصادية جديدة وآخر أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد، شكرا شروق، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتي تضم 23 منطقة جديدة، وهي 10 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بالصحراء الشرقية و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج. وأوضحت وزارة البترول أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها، وتم عرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، والتي توفر نافذة تسويقية متطورة كليا للفرص البترولية المتاحة. حصد البنك المركزي جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك المركزي بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين 5 جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويا. كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي في فعاليات المؤتمر السنوي 13 للتحالف الدولي للشمول المالي في الفلبين. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر EGX70 للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه. وارتفع مؤشر EGX30 وذلك بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة. أما في أسواق البترول فقد ارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما قد يضعف الطلب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 93 دولار و75 سنت للبرميل، وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90 دولار و53 سنت للبرميل بارتفاع يقدر 0.6%. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 61% لتصل إلى 3.21 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 38% لتسجل $2.65 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أسواق العملات، اقترب الين الياباني من مستوى 150 ين للدولار، مما أبقى المتداولين في حالة ترقب لتدخل السلطات. بذلك سجل الين أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أشهر ليظل على مسافة قريبة من المستوى الذي يرى بعض مراقبي السوق أنه قد يحفز تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي على غرار ما حدث في العام الماضي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد عبد وشروق عماد الدين، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.